انا اقول لك تشكيلي، يعني هلعب قلت لي بالشناوي التشكيل. طبعا، اوكي عندي وجهة نظر مختلفة، ان هلعب بهاني مش هلعب بفتحي. هاني لعيب جامد جدا، بس هاني محتاج انت تتقله، يعني محتاج انت تديله الثقة. انت باك رايت النادي الاهلي، انت مش نمرة اتنين، انت رقم واحد ورقم واحد في مصر. اوكي هاني محتاج يستوعب ده، وهاني كشخصية، لان انا اعرف هاني كويس على المستوى الشخصي، شخصية تقدر تستوعب ده كويس، وتقدر تحقق اكتر من ده 30 40 الف مره على الجانب. لان اللعيب برضه يا كابتن شخصيه، طبعا قبل التالنت وقبل اي حاجه شخصيتك طبعا. هتوديك فين. هاني عنده كل المقومات دي، وهاني لعب اهلي وزمالك كتير، وهاني لعيب دولي انت يعني، ولعب اهلي وزمالك منتخب كتير، ويعني وكان طبعا. رقم واحد طول السيزون اللي فات، من قبل حتى ما فتحي يمضي لبيراميدز. يعني باك رايت الشناوي، باك رايت هاني، هلعب ياسر، ياسر ابراهيم ورامي، ورامي مش ايمن اشرف. لا رامي، هلعب برامي وياسر، وهلعب باك ليفت علي اكيد، هلعب في نص الملعب بسوليه طبعا، وهلعب بديانج. تلعب اثنين في وسط الملعب، 4-2. 4-2، 3-1. حلو. وهلعب جيرالدو يمين ولا شمال؟ يمين. يمين ناحيه محمد هاني. اوكي. وهلعب اجاي ناحيه علي علي معلول. معلول، وهلعب بقفشه، وهلعب بادجي مش مروان ببادجي.